نظم متحف جميل الأثري معرض ورشات تقنيات النحت والزخرفة على الحجر بمبادرة من السيد مصباح بوحزام مدير متحف وموقع جميل الأثري تحت رعاية معالي وزير الثقافة ووالي ولاية سطيف على مدار 3 أيام متتالية. يوسف الضابطي من سوريا الشقيقة كان ضيف شرف قام بإلقاء عدة محاضرات تطرق من خلالها إلى شرح تقنيات الاستخراج والتصنيع والنحت اليدوي وطرق بناء وتركيب الحجر إضافة إلى ترميم المباني الأثرية. بالنسبة هذه تظاهرة ثقافية عبارة عن معرض وورشات تقنيات النحت والزخرفة على الحجر نظمت تحت عنوان جميلة أسطورة يحكيها الحجر. أهدافها من بين الأهداف هو إعادة إحياء الحرف المتعلقة بالتراث، وأول حرفة ما فكرنا في إعادة إحيائها هي تقنية تاع الحجر، تقنية الزخرفة تاعها، التقطيع تاعو، البناء بالحجر. ثانيا هو عندنا في جميلة كما هو معروف أنه الموقع الأثري جميلة هو موقع مصنف ضمن التراث العالمي. الهدف من هذه المحاضرة هو التعريف بفن الزخرفة والنحت على الحجر والرخام وتقديم نماذج هذا الفن وطرق التصميم والتنفيذ بمختلف المراحل وأنواع هذه الزخارف والطرز الفنية المعمارية الزخرفية التي بدأت تظهر وتتبلور من فترات الكلاسيكية أي الفترة اليونانية ومن ثم الرومانية والمسيحية المبكرة، وجولة بانورامية عامة عن تطور هذا الفن وبعض الإضافات والتحويرات التي طرأت عليه، بالإضافة إلى نقلة عن كيفية استخدام فن النحت والزخرفة في تجميل واجهات المباني أو حتى في الفراغات الداخلية للأبنية في العصر الحاضر. المعرض جاء تحت عنوان جميلة أسطورة يحكيها الحجر، تم اطلاع الجمهور على أهمية هذه الحرفة، ثم عرض العديد من النماذج الحجرية والرخامية مثل الأعمدة، تيجان وكورنيشات مزخرفة متنوعة، بالإضافة إلى حضور نحاتين مختصين يمارسون بعض الأعمال النحتية والفنية ليتعرف عليها الجمهور بشكل حي ومباشر. بالإضافة إلى موضوع مهم جدا وهو التعريف بمراحل التقنية لهذا العمل من خلال أعمال التصميم والرسم الهندسي ثنائي البعد وثلاثي البعد، وكيفية التحويل من مرحلة التخطيط والرسم إلى مرحلة النحت والزخرفة والتنفيذ، ومن ثم في مراحل أخرى نتحدث عن موضوع البناء والتركيب وعمليات الانتهاء والتشطيب النهائي. أي بالمجمل أن فن الزخرفة يعد هو من المواضيع الهامة جدا التي تخدم المباني التراثية والأبنية التراثية التقليدية، بالإضافة لدورها الهام جدا في عمليات ترميم هذه المواقع الأثرية وإعادة تأهيلها، ناهيك عن أهمية هذا الموضوع في تجميل واجهات المباني وخصوصا المواقع أو المدن الصغيرة التي تحيط بالمواقع الأثرية الهامة كمدينة جميلة كون على لائحة التراث العالمي، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على المجتمع المحلي وعلى السكان والمواطنين المحليين وخصوصا فئة الشباب لحسهم وعلى الاهتمام بهذه المهنة والبدء بتعلمها بشكل فعلي وعملي للإسهام في تجميل الوجه الحضاري للمدينة، وأيضا خلق فرص عمل من خلال مهن جديدة فنية واقتصادية على حد سواء. وبالتالي الموقع هذا هو من المتوقع ولا من المفروض أن يكون محرك للتنمية لمدينة جميلة وللمنطقة كاملة. نقطة أخرى بالنسبة هو أنه الشباب يكتسبوا حرفة بطريقة غير مباشرة، أنه يحسوا باللي التراث هذا رو جزء
من الحياة الاقتصادية تاعهم. معناه المجتمع اللي هنا في جميلة ما يحسش باللي كاين تراث جامد ما يدخلش في الحياة نتاعهم، ما يدخلش في التنمية نتاعهم، ما يدخلش. نقطة واحدة أخرى أنه هذه فكرة ربما في المستقبل تطغى على المحيط نتاع المنطقة والمنطقة بصفة عامة، أنه نولي ونشوفه محيط عمراني متناسق مع الموقع الأثري. ما يخفلكمش باللي المحيط العمراني اللي موجود بمحيط الموقع الأثري يعني هو بنايات أغلبها هي بنايات مبنية بالإسمنت المسلح، وبالتالي من خلال هذه المبادرة هي مبادرة تحسيسية للمواطن، مبادرة أيضا نحاول لفت الانتباه للسلطات المحلية بالنسبة للمشاريع العمومية ولا بالنسبة للمشاريع أنه يطفئوا عليها طابع عمراني يتبنى بالحجرة، أو على الأقل تغطية الواجهات بالحجر بما يتلائم مع المنطقة والموقع الأثري. أزول فلاون، سامية نبقايث، أركيولوج برج موسى. بون شكرا لك الوداكي دي عرضنا رضي مسيو مصباح اخدم نيس مسيو ضابط نقرا فوفلاف حاجة العليس أصلا ديجا نكني نخدم الموزي كلش ضابلات باتريمون ضابلات أسي نعلم أنتي لابلات نيا بلي تعيش بلي الحاجة ذاك لنا حفتا غمحة الطير أمحة كومو غيستوري سيس وإن شاء الله أيني نقراس يومين أينا ثلاث أيام هذه قلت نخدم قلتيها إن شاء الله. أقيم المعرض من أجل بعث الحياة في هذه الحرفة التقليدية الهامة وتحفيز المواطنين والشباب خصوصا للتعرف على هذه الحرفة والبدء بتعلمها والإسهام بشكل فعال في تطوير السياحة الثقافية وخلق فرص عمل وزيادة المردود الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني. شكرا سيدي. بداية أشكر الأستاذ مصباح مدير مؤسسة اللي دائما نثمنوا العمل تاعو الجبار اللي راه يقوم به والوسائل اللي عنده وسائل البسيطه الى انه الجهد اللي راه يقوم به عمل جبار. اكيد احنا الخبره هذه ولا هذا العمل اللي حضرناه الدورات الدوره اللي شاركنا فيها هي النحت والزخرف على الحجر راح تفيدنا مستقبلا، ولما لا تجسيدها على ارض الواقع ونخلقوا كذلك احنا ورشات على مستوى ولايه برج بحر الريج مع جمعيات مجتمع مدني راح يكون فيه اكيد لقاء كذلك مع الاستاذ في ولايه برج بحر الريج بحكم انه مستقر في الولايه راح نكسب منه خبرات. هذا العمل يعني لو يجسد في المدينة هذه المدينة العتيقة راح يخرج به الأهل يبعد استفادة ولا كنز راح يخرجوا به اقتصاد آخر أنه بديل عن الثروات الأخرى، ودخل كذلك في الجانب السياحي التنمية المستدامة والمدينة في حد ذاتها أنه أخذت طابع رمزي أثري قديم، ولما لا تجسيد واقعية بين الأصالة والمعاصرة في هذه المدينة. وشكرا. احنا انه نلتقي بهالمؤتمر الجميل نعرف عن ثقافة الحجر والصناعات والمتاحف وهذا لقاء كتير هام الحقيقة، لانه عناصر الفنية يعني الاثار كتير يعني عريقة في العالم، وطبعا بهم الجميع التعرف على عناصرها ومتابعة ترميمة حتى ما يعني تندثر بعد فتره. وبهمنا الاكثر انه نعلم اهل المدينه الجميله اللي هي اسمها جميله طريقه النحت والخدمه فيها حتى يتم متابعه الاثار الموجوده عندهم
وهذا من حضارتهم وتراثهم. وأهلا وسهلا فيك أستاذ. وفي ختام فعالية هذه الورشات تحت عنوان جميلة أسطورة يحكيها الحجر، نشكر كل القائمين من مدير مسؤول متحف وموقع جميلة، وكذا الأستاذ المهندس يوسف الضابطي على تكرمهم وتفضلهم على الإشراف على هذه الأيام التكوينية، وإن شاء الله تكون بشرة تاع خير وبشرة تاع لبنة من لبنات تطوير المواقع الأثرية وتطوير المحيط الحضري التي تحيط في أي مدن الجزائرية لكي تتماشى مع خصوصيات وطبيعة المنطقة لكي تكون وجهة سياحية بامتياز، وكذا لكي تدرج ضمن المسارات السياحية لكي نخرج من السياحة العابرة أي السواح العابرين ونكون مدننا كذلك مدن سياحية. فنشكر فالشكر موصول إلى كل القائمين على هذا الملتقى وفي قادم الأيام إن شاء الله، والشكر موصول إلى السيد مسؤول المتحف وموقع جميلة السيد مصباح بوحزان. اختتام المعرض كان بتكريم القائمين والمختصين في هذه الحرفة النبيلة بتوزيع جوائز شكر وعرفان على جهودهم المبذولة والعزيمة القوية.